السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم ومبارك طاعتكم إن شاء الله يا رب. اليوم جايب لكم رابط للتسجيل على دفع الفواتير. إن شاء الله راح يساعدكم بدفع فواتير المياه اللي المتراكمة عن الأشهر السابقة. طبعا راح أترك رابط تسجيل على الفواتير بصندوق الوصف. طبعا هذا الفيديو مخصص لولاية أنطاليا والمقيمين بولاية أنطاليا، إن كان عرب أتراك سوريين كلياتهم بيقدروا إن شاء الله بيستفادوا منه. مباشرة رح نفوت على الرابط ونشرح لكم كيف طريقة التسجيل. طبعا الرابط فتح معنا بهذا الشكل. هون حاطين حط الفاتورة تبعيتك القديمة، وإن شاء الله هن بيقدروا من بيدفعوا لك إياها. طبعا الرابط شالته بسيطة إن شاء الله وما في أي تعقيدات. اللي ما بيعرف يعبي هون طلب بإمكانه من 3 نقاط لفوق يترجم للغة العربية، يترجم الصفحة للغة العربية مثل ما شايفين. هون وقت بتسجل طلبك بيطلع لك هون باللون الأخضر إنه أنت سجلت طلبك بنجاح. طبعا بتحط بس رقم التيجي تبعك أو رقم الإقامة، بتنزل لتحت بتحط اسمك وكنيتك وبتحط رقم الموبايل تبعك، بتبلش بالخمسة 5 3 وبتضل ماشي. تحت هون متل ما كاتبين حاطين رقم العداد، هون بتحط رقم العداد اللي تبع المي تبعك، وبتنزل لتحت تفتح هدول النصين تضغط عليهم، بعدين بتكتب له تضغط على هاي وبتحط له ارسال. بعد ما تحط له ارسال رح يطلع عندك مثل هاي الإشارة بالأخضر إنه تم تسجيل طلبك، إن شاء الله راح يدفعوا لك الفاتورة. طبعا إذا كنت أول مرة عم تشوفنا بتمنى اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وعمل شير للفيديو مشان الخلق.